السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. هاد النهار جيتكم بفيديو جديد بعدا نصايب قهوة باش نريقل الرويس ديالي ونوجد الفطور ديالنا ديال اخر الاسبوع نتاع الويكاند ديالنا. غنوجد معكم هنايا بغرير وغنوجد واحد المسمنات. المهم غنوجد الفطور. هنا درت معكم جوج زيفات ديال السميدة باش عصايب بغرير، عادي نزيد عليهم. انا كندير بغرير غير بالسميده، ما تنزيدش عليه الفورس. هنا عندي واحد جوج خنيشات نتاع الخميره ديال العجينه وواحد الخماره ديال العروس ديال الحلوه، كيك عيط لها خماره العروسه، ونزيد معاه مليحه. وعادي نطحن هاد العناصر كاملين، عادي نزيد عليهم القياس ديال الماء اللي عندي. انا درت بحال هاد الكاس هذا الكبير، درت كاس ونص ديال الماء، وعادي نطحنهم بهاد الخلاط الكهربائي. وما نكذبش عليكم البنات، هاد الخلاط الكهربائي يعني روعه روعه روعه. هادي واحد 3 سنين و 4 سنين هو عندي، وكنستعملو يعني في كل شيء. طحن به الصوب، دير به بغرير، المايونيز، يعني زوين زوين. وهنايا راني عادي نوجد عجن واحد شويه ديال الملاوي. في الاول درت السميده والفورس وصحابتي راني كنفيلميش، عاد لقيت راسي ما كنفيلميش. المهم هنا درت السميده والفورس ومليحه، وراني كنعجنهم. عادي نعجنهم مزيان، ندلكهم مزيان بحال كيقولوا دلك وزيد الماء. انا هنايا راني تندلك ونعاود نزيد الماء، وعادي دلك وزيد الماء. المهم حتى عاد نحصلوا على واحد العجينه هكا رطبه. شوفوا كي كتدريا دريا كتولي رطيبه، عادي نديرها في واحد البلاستيكه ولا نديرها في هذا الفيلم اليمونتير اللي كتعيطوا له نتوما، داك البلاستيك نتاع الطبخ. وندير البيضات يتسلقوا. المهم كنوجدوا الفطور داكشي اللي ديكت بالله. وعصايب معكم هنايا، عاوتاني عصايب واحد البراد ديال اتاي بحال اللي كتشوفوا فيا في المرايا ديال الميكرووند. راه كاين راجلي واقف حدايا، هو راه جاي يخربقني شي شويه في الكوزينه، حيت هو فاش كيكون الويكاند تيبغي يجي يبقى يدور معايا في الكوزينه ويخربقني شويه. المهم ما عليناش. درت بحال اللي شفتو، درت اتاي شللتو، زدت عليه السكر. هنا عاد نخليه يتشحر حتى يتشحر ليا مزيان، وعاد نزيد عليه واحد شويه ديال الشيبه. مع هذا البرد راكم عارفين كنستحملوا الشيبه بزاف. وهنا هي ديال العجينه ديالنا تطلقات مزيان، وعاد نديرها بحال كتشوفوا معايا هنايا. راه كاينه درت الشيبه وعاد نخليه شويه ونطفي عليه. هنا عاد ندير داك العجينه كويرات، وعاد ندهنهم بالزيت. انا ما كنتهاش نديرش الزيت بزاف باش ما كيعجبنيش داك المسمن يجي ميدم بزاف. وعادي نغطيهم، نحاول نغطيهم عاوتاني ونخليهم واحد 5 دقائق يرتاحوا. ها هو راجلي حتى هو راه تيعاوني، دابا باش تقولوا ما كيعاونيش راه كيعاوني. يغطي معايا المسمن. المهم خليته واحد 5 دقائق وانتم غادي تشوفوا يعني العجينه كتطلق بوحديتها. ها كتبقى تنديرها شويه ديال الزيت وتسرح بوحدها. وهنا عادي نبدا صافي نخبز، عادي نخبزهم. والوحده اللي طابت حيت راجلي راه كاس قبالتي وراه فيه الجوع وكيزربلي يعني. وبحال اللي كتلاحظوا معايا كندردر فوق منه السميده، انا المسمنات ولا الملاوي ولا ما عرف كي كتعيط، كل واحد كي كيعيط له كندردر عليه السميده باش كيجي هشيش وما كيجينيش مدقص. تندردر السميده هذيك تجي طريقه زوينه يعني، اللي ما كيديرهاش يجربها المره الجايه وشوف المسمنات كيخرجوا هشيشين ومزيونين. فوالا يا ديك، وعادي نقدم عادي نبدا نطيبهم، عادي نكمل الاخرين بحال اللي كتشوفوا معايا. ها هي دي انا المسمنه بحال هكا تبدا تنفخ، وكنقلبها ما كنخليهاش تتحمر من التحت يعني. عادي نبقى نقلب ونشقلب نقلب ونشقلب حتى تطيب لنا المسمنه على خاطرها، ولا الملويه ولا المخمره ولا ما عرف كي كتقول الرغيفه، كل واحد واش كيقولها. ها هو دابا هما كلاو تبارك الله عليهم، هذاك المليويات اللي صايبت وهادو هادو التاليين. عادي نكب شويه ديال اتاي ليا انا، لحقاش هما في الصباح هما كياكلوا وانا كنخبز حتى انا جاني الجوع. عادي ناخذ واحد شويه نرعتق به الروح على ما نكمل هذاك البغرير نطيبو حتى هو. وها هو دا البغرير ديالنا وجد، وتيجي على هذا الشكل هكا مترقب مزيون خفيف غير بالسميده وبالصحه والراحه.